هادوك الشيء باغي نديرو البوز و تيديرو بزاف ديال كيفاش نشرح لك هادوك الدراري ولد المدينه ما عرفتش فين شكون دول يوم على اكس وان ان وان ما عرفتش شناهو شنو بالك صافي هادوك الشيء غير تخربيق من الاخ هادوك الدري ما عرفتش بنت سواني ولا ما عرفتش شناهو هادوك سميتها ساريكول هاديك نقولها بمعنى كلمه غير ما نقول صافي لا تكلم شي المغارب المغاربة الدري باغي البوز يديرو برا يديرو براسو ماشي يديرو بشي واحد اخر فهمتي شي وما بقاش عنده واحد الحلاوه ديالو الاكثر وليت كتشوف لي رابور يعني ما كيسوا حتى شي حاجه وطالعين في الطوندونس وبالضبط هذيك ايلي انا ما عرفتش علاش طالعه في الطوندونس لا علاقه لها بالراب ولا علاقه لها بشي حاجه ديال الفن المهم بغيت نقول اللي عنده شي موهبه وطلع في الطوندونس رحبوا به اما شي واحد ما عنده حتى شي موهبه وما عنده حتى شي حاجه راه ما كاينلاش يطلع في الطوندونس شي الا كان الانسان فقير وكيشتغل باش يتشهر ويدير فلوس حنا ماشي مشكل ما عندناش مشكل اما واحد الانسان بحال ديك ساري كول اختي انا بعدا ما نقدرش نسمع لها وحدايا الاخت ديالي ولا الام ولا يعني غير لائقه بتاتا انها تسمع ولا تكون في المنزل ديالك ولا شي حاجه اختي واحد الطبقه ديال الشعب ما واعياش وما باغين داكشي وكيحقوا لهذوك الناس كيحقوا البوز على ظهرهم يعني الشعب هو باغي داكشي هادشي اللي غنقول لك اختي يعني هذا وعلى على على القول ديال الصديق ديالي بحال ديك المتنبي ديال ديزيدروس علاش خاصها تطلع في الطوندونس لا علاقه لا لا علاقه شهروا شي ناس شافي لا علاقه شلهم شي شهروا شي ناس اخرين حقوا شي انجاز باش العيب شهروا شي ناس لا علاقه شلهم بس هادشي العيب اخرين يعني كشهروا كيعطيو قيمه للناس اللي ما عندهاش اصلا هي ما شفتهاش تعطي هذيك القيمه كيعطيو قيمه لشي حاجه ما عندهاش يعني قاعد دابا اللي طالع في الطوندونس هاكي هاكي خربق بهذا المعنى فهمت هاكي زبا او الجرندلخ بهذا المعنى كيفاش الجرندلخ؟ الجرندلخ يعني هما اللي كيطلعوا ليفي مني انا ما كنطلعش ليفي ديال انت باش كتخرج تفرج في لا شي واحد اللي يستاهلوا فهمتي شي رابور ولا شي لعبه شي مغني اللي غادي يستاهل شي حاجه اللي غادي يستاهل نقدر نطلع ليفي شنو بالك في ساريكول واكشوان؟ ساريكول هما اللي شهرهم اكس وان دابا شهر مرشو واش حسن الثاني كيوري مرشو زعما ما خصوش يوري ما خصوش يوري مرشو الاعلام بهذا المعنى هذا هو اللوجيك انا الراجل ما كيوريش مرشو الاعلام هو استغل داك يوري مرشو استغل عاد في الشعب عليه دار له انا بالعكس دابا هاد اليوم متاخر مابقيتش كنشوف اليوتيوب حيت انا كاين في اليوتيوب انا وعزيز فيلا انا وعزيز فيلا كنتيل وحكاوتي هاد الشكل اللي كندير كندير حكايات وبزاف ديال الحوايج شنو كدير نتا انا كندير حكاوتي راه ايوا عطيني شي حاجه دابا نعطيك شي حاجه يا عطيني ماشي يا عطيني ابو عوال الرمى حاول يفهمني عمري ضاع معاك يا غير سير وبعد خليني ننساك سير وبعد خليني ننساك شرك ولا غرمة ما بخيزني وك ما بخيزني وك الراجل كبر ولادو معاونينو هاد الشي في البادية الدري من صغره هو معاون باه كيكبر الدري كيجوجو باه وكيبقى ساكن مع باه هاد الشي باقي لدابا نهار امو ما تفهمش مع العروسة كيعزل ليه باه صافي يا وليدي سالات الهضرة هاد الشي كنتي تفكر فيه قبل ما يوقع الفاس في الراس دابا كتعرف ديك الاغنية ديال سالينا سالينا ورا سالينا وليدي